أهلا بكم. نادي مكون من 9 أشخاص يريدون اختيار مجلس من 3 موظفين، الرئيس، نائب الرئيس، وأمين السر. على فرض أن الموظفين تم اختيارهم عشوائيا، ما هو احتمال أن الموظفين هم مارشا للرئيس، سابيتا لنائب الرئيس، وروبرت لأمين السر؟ إذا لنفكر بشأن احتمال مارشا. دعوني أكتب هذا: الرئيس يساوي مارشا، President is equal to مارشا، نائب الرئيس يساوي سابيتا، Vice President is equal to سابيتا، وأمين السر يساوي روبرت، Secretary is equal to روبرت. هذا هنا هو واحد من النتائج الممكنة، واحد من النتائج المحددة. إذن هو واحد من النتائج الخارجة من العدد الكلي للنتائج مقسوما على العدد الكلي للاحتمالات، total number of possibilities. الآن ما هو العدد الكلي للاحتمالات؟ حسنا، لنفكر بهذا. دعونا فقط نفكر بالمناصب الثلاثة. لدينا رئيس ونائب رئيس، ولدينا أمين سر. الآن لنفرض فقط أننا سوف نملأ موقع الرئيس أولا. لسنا بحاجة للبدء بالرئيس أولا، لكننا سوف نختار هنا. إذا قمنا باختيار الرئيس أولا، نحن لم نختار أي واحد لأي وظيفة بعد، لذا لدينا 9 أشخاص نختار منهم. إذا لدينا 9 احتمالات هنا. الآن عندما نختار نائب الرئيس، وقد قمنا باختيار الرئيس سابقا، إذا لدينا فقط 8 أشخاص نختار منهم. وعندما نختار أمين السر، فإننا سنكون قد اخترنا الرئيس ونائب الرئيس، لذا سيكون لدينا 7 أشخاص فقط لنختار منهم. إذا التباديل الكلية هنا، أو عدد الاحتمالات الكلية، أو عدد الطرق الكلية لاختيار رئيس، نائب رئيس وأمين من 9، سيكون 9 ضرب 8 ضرب 7. لنرى، 9 ضرب 8 ضرب 7، لدينا 72 ضرب 7. 2 ضرب 7 يساوي 14، 7 ضرب 7 يساوي 49، زائد 1 يساوي 50. إذن لدينا 504 احتمال، 504 احتمال. إذن للإجابة على السؤال، احتمال مارشا أن تكون رئيس، سابيتا نائب رئيس، وروبرت أمين، هو 1 مقسوم على العدد الكلي للاحتمالات، والذي هو 1 تقسيم 504. هذا هو الاحتمال. إلى اللقاء.